مرحبا متابعي قناة شو تي في مباشرة من مدينة سيدي بنور في هذه الجولة الليلية مباشرة على قناة شو تي في، كما تنقل معكم دائما بالصوت والصورة كل ما يقع بمدينة سيدي بنور. تحية للمتابعين ديالنا، تحية لكم من القلب إلى القلب، تحية لكل أصدقاء ديالنا عبر قناة شو تي في من خلال هذا النقل المباشر لأجواء مدينة سيدي بنور. خصوصا غادي ناخذكم كذلك في جولة كما كتشوفوا الآن، حنا حدا الحاجز الأمني. تحية لرجال الأمن الوطني اللي يقوموا بمجهودات جبارة، تحية لهم من هذا المنبر عبر قناة شو تي في. شكرا لكل رجال السلطات المحلية والقوات المساعدة، الأمن الوطني، الدرك الملكي، الوقاية المدنية، اللي صاهرين على راحة المواطنين من خلال تنظيم حركات السير والجولات الليلية التي يقوموا بها في هذا الليلة وخلال فترة حظر التجول الليلي. دائما ومباشرة معكم كما كتشوفوا الشوارع فارغة الحمد لله، الجميع ملتزمين، وخصوصا أن مدينة سيدي بنور اللي كتعرف مثل اليوم الاثنين حركة غير عادية اللي غادي نتابعوها في هذه الليلة. هذه حركة غير عادية للسوق الأسبوعي اللي كيعرف الانطلاقة ديالو منذ الساعات الاولى من يعني من بعد المغرب، كيبداو الناس يخرجوا كيبداو يجوا للسوق خلال فتره حظر او حاله الطوارئ الصحيه وحظر التجول الليلي. غادي نشوفوا واش نيس الناس ملتزمين ولا لا. كما كتشوفوا معنا دائما في شوارع مدينه سيدي بنور في هذه الجولة الليلية ورفقة الأخت حسناء، تحية لكم كاملين، تحية للمتابعين ديالنا. على بركة الله، تحية اللي غادي نشوفوا لي كومونتير اللي كاين عندنا. اوكي حد ما شفناش، هشام كريم، كريم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عبد الرحيم وعليكم السلام. خيجة بالمالكي تحية لك. وكذلك منها من هذا المنبر من قناة شو تي في نوجه رسالة، نتمنى الشفاء العاجل للزميل والأستاذ فؤاد مسكوت عن جائزة إيكوفانت كاتس، نتمنى له الشفاء العاجل إن شاء الله على إثر إصابته بفيروس كورونا. الله يحفظ جميع الزملاء، يعني أغلبية الزملاء ديالنا كانوا تصابوا بهذا الوباء هذا، ومن ضمنهم كذلك عبد ربيه كذلك دوز هذا المرض هذا. نتمنى الشفاء للجميع. تحية مرة أخرى للأخت خديجة بالمكي، تحية للسي عبد السلام حكار، ملاك المدني مرحبا بك، مرحبا بكم كاملين اصدقاء ديالي اللي تشاهدونا. كنقول لكم كما كتشوفوا الشوارع فارغه دوجا. السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي، يا اخي زهور، زهير ماشي زهور، اختي زهير. سعد الكيراوي مرحبا بك، مرحبا بكل المتابعين ديالنا. اهداءات خاصه كما كتشوفوا الان، نحن سنقوم بجوله خفيفه قرب السوق الاسبوعي باش نشوفوا هناك الاجواء كي دايره، واش نيت اصحاب السوق ملتزمين بقوانين حظر التجول الليلي. كاين اللي غيكون جا بكري، حيت كاين اللي غيجي بكري لانهم كما كتعرفوا في السوق الاسبوعي تيعمر اكبر سوق في المغرب. نتمنى كما كتشوف الان الشوارع ديال مدينه سيدي بنور شوارع فارغه فارغه جدا.
من هنا من مدينة سيدي بن نور، المدينة الجميلة والهادئة. يعني الجميع ملتزم بقرار وزارة الداخلية وهو حظر التجول الليلي اللي فرضته السلطات. دائما ومباشرة على قناة شو تي في كناخذكم في هذه الجولة. هنا مدينة سيدي بن نور، مدينة الأصالة والمعاصرة. عذرا أخي، ماشي مشكلة أختي دوجا، ماشي عادي جدا، غير كتوقع دائما كما كنشوفوا. وإن شاء الله كما نقولكم قناة شوف تي في كترحب بكم، وكذلك قناة شوف تي في المكتب الإقليمي لسيدي بن نور. إن شاء الله سنقوم بعمل إن شاء الله قريبا، نبرمج لعمل إنساني إن شاء الله اللي غتمنى قناة شوف تي في عبر مدينة سيدي بن نور. سعيد كوزان مرحبا، منعيم السمسي مرحبا بك، تحياتي ليك، تحية لكل من يتابعنا، تحية الأخت أسماء، خو الشاب الأنيق، تحياتي لك خويا، تحية لكل المتابعين، كل محبين مدينة سيدي بن نور، تحية حب وإخلاص لصديقي وأخي الأستاذ الكبير كمال فتوخ، ناس ديال الزمامرة، تحية ليك خويا كمال. وتحية للأم العزيزة والميمة الحنينة والبو، تحية لأختي إلهام، سناء الجير مرحبا، كلشي اللي كيشاهدنا هنا تنقول لهم مرحبا بكم. تحية لعائلة الباز، كبير وصغير، تحية على رأسهم قيدوم لاعبي فريق فتح سيدي بن نور السي خميس اللي تنوجه الشكر. حكيم زغالي مرحبا، سعيد عمر مرحبا، وعليكم السلام. هذا واجب أخي المباشر، دائما نقول لكم بالصوت والصورة كل ما يقع هنا بمدينة سيدي بن نور، باش نشاركوا معكم تحنا مدينة سيدي بن نور من خلال اللايفات ديالنا إلا وتنعرفوا مدينة سيدي بن نور. مبارك إدريسي تحياتي لك، حسن وعليكم السلام. محبين قناة شوف تي في كنقول لكم رحنا تنبغيكم وتنوصل لكم أجمل إهداء، وتحية لكل الطاقم التقني لقناة شوف تي في على رأسهم الأستاذة مريم والأستاذ عبدو، كذلك لا ننسى الأستاذ الكبير السي إسماعيل رئيس التحرير، وكذلك أستاذنا وحبيبنا الأستاذ الكبير والكبير جدا الذي دائما نحن وراءه جنود مجندون، السي شحتان المدير العام لقناة شوف تي في، سيمو برشا سير تنعس مرحبا يا خويا، يا خويا إلى نعست أنا شكون اللي غيوصل لكم هاد الخبار هادي؟ سلام خويا بن خالة، حنا ما كنعسوش. تحية لخويا هشام الإدريسي الفاعل الجمعوي، وتحية لكل الأصدقاء. مباشرة من مدينة سيدي بن نور، سعيد مدريدي مرحبا بك. تحية لخويا يوسف الشاف، هذه هي شوارع مدينة سيدي بن نور. خويا كريم، كريم مرحبا. حسام، خويا علاش الكلاب كثر سيدي بن نور؟ الاخوان غنعطيكم حقيقة، الكلاب الضاله اللي كثرت سيدي بن نور هي لسبب واحد، انا اقولها واتحمل مسؤوليتي في هذه الكلمه اللي غادي نقول لكم. السبب ديال الكثره ديال الكلاب الضاله في سيدي بن نور هو سبب واحد، هو ان الناس
اللي كيجيو لسيدي بن نور ديال الباديه مني كيجيو للسوق كيتبعوهم الكلاب، وهذوك الكلاب هذوك الكلاب هما اللي كيبقاو هنا في سيدي بن نور. ما بين نسمعوا والو غير السير ترتاح راك عيان سير اخويا ترتاح انت اخويا نعس انت يا اخي سيمو ورتاح براسكم ما تشوف والو. حنا ما كنوريوكش نتايا، حنا كنوريو الاصدقاء ديالنا المغاربه والجاليه ديالنا. كما قلنا لكم السيد الكبير عبد الله هو ان دوك الناس ديال الباديه مساكن ملي كيجيو للسوق وكيجيو سيدي بن نور وكله كيجي من الدوار ديالو تابعو كلب ولا جوج حاشاكم. هو تيمشيو كيخلي الامانه عندنا هنايا لان ما غترجعش تتبعو. هذا هو السبب ديال الكلاب عبد الله يا اخي، ولكن كنتمنى ان نلقاو لهم حل. عزيز بودال ادريسي مرحبا، مرحبا بكل متابعين ديالنا عبر قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر اللي دائما تنقل لكم بالصوت والصورة كل ما يقع هنا بمدينة سيدي بن نور. الآن غادي نمشيو حدا السوق باش غادي نشوفو. كذلك مرة أخرى تنشكر الأخت حسنة الزميلة ديالي كما في التخ من هذا المنبر. أريد شكر فريق الزمامرة على انتصاره بالأمس على طنجة. هنيئا لفريق أتلتيكو الزمامرة، فريق الصاعد هذه السنة وممثل لإقليم سيدي بن نور، لأن جماعة الزمامرة تنتمي إلى إقليم سيدي بن نور. فريق الثاني بدكالة بعد الدفاع حسن الجديدي اللي حقق انتصار مهم ليلة أمس على فريق اتحاد طنجة برباعية الواحد. هنيئا لكل مكونات نهضة أتلتيكو الزمامرة على رأسهم المدير المكتب المديري سي بلكشور، سي عسلان بلكشور. تحية لكل طاقم فريق نهضة أتلتيكو الزمامرة وكنتمنى لها حظ موفق. أنا والله ديما نتبعكم حيت انتوما كتجيبوا الصح هذا اللي كيجيبني. مرحبا بك خويا سعيد، الله يحفظك خويا كمال. التصاور ديال كنشكرك التواصل، مرحبا بكم. احنا دائما تنحبوا الفريق ديالنا لان نهضة الزمامرة اصبحت فريق يمثل اقليم دكالة. تحية للعزيز بطاش، واش كاين شي غرامة بالنسبة لي وجدوه كيدور بدون مبرر؟ اكيد خويا اكيد اكيد اكيد، راه حظر التجول يعني قد خرق القانون حال الطوارئ الصحية، راه مازال 300 درهم ابتداء من 300 درهم والفوق. كما كتشوفوا الجو جميل مدينة سيدي بن نور، يعني الهدوء والجو جميل. يعني حتى البيئة ديال سيدي بن نور جميلة جدا، والأجمل هو تواجدكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. الآن غادي كما قلنا لكم وحنا غادي نشوف واحد الجولة، نقربوا السوق باش نشوفوا الأجواء واش مخلين البيع والشراء يدوزوا ولا لا، لأن حالة الطوارئ الصحية مفروضة. وحد يعني تجمعية الكسابة وبائعي المواشي بالسوق أسبوعي خبروا الناس باش أنهم رحبة البقر ما غتبدا حتى 6 الصباح. سيدي بن نور اخويا الجو زوين، ما فيش البرد بزاف، الجو جميل. كذلك التحية لرجال الأمن الوطني وقوات المساعدة، وكذلك تحية لرجال السلطات المحلية على رأسهم سيد باشا مدينة سيدي بن نور وسيد قائد المقاطعة الأولى والمقاطعة الثانية وكل أعوان السلطة ورجال الأمن الوطني القوات المساعدة على مجهوداتهم الجبارة. راح
احنا كما نشوف الاجواء يعني في السوق هادئة فعلا، فعلا الجميع ملتزم بحال الطوارئ الصحية، لان غيكون ان البيع والشراء راه جو بكري كما كتشوفوا، الحاجز الامني غادي ندورو دابا نشوفو واش كيدخلوا ولا لا. كما كتشوفوا معنا كاين السواق هما اللي كاينين دابا هنايا، يعني السواق اللي جاو بكري كما كتشوفوا غادي نصادفوا سيارات الامن الوطني اللي كتقوم بالدوريه ديالها هنا بجانب هذا السوق، يعني حال الطوارئ معمول بها. كما كتشوفوا هي سيارة الأمن الوطني اللي كتقوم بالدورية ديالها، يعني فرض حالة الطوارئ الصحية معمول بها، ما كاين حتى واحد. رحمة البقر مازال ما كاين حتى واحد، السوق مازال محبوس الا اللي جا قبل 8 راه بنا، او اللي جا قبل 9 عفوا، اللي جا قبل 9 انا حاط طوارئ وكتبت 9، اللي جا قبل 9 راه بدا حتى حركة المرور كما شفنا ما كايناش، حتى كاميون ما كيدخل دابا الا واللي عنده رخصة التنقل. كما كتشوفوا الاجواء ديال السوق الاسبوعي، مباشرة على قناة شوف تي في. دائما في هذه الجولة عبر مدينة سيدي بنور، تحية لكل المكونات، تحية للأخ تحية لخويا سعيد العظمة، سعيد العظمة من أحد الغيورين على الشأن المحلي وكرة القدم البنورية، سعيد العظمة من المشجعين ومن المنخرطين القدام اللي كذلك ومن الأوفياء لقناة شوف تي في، تنهديو هذا أحلى إيداء. وكذلك كنتمنى حظا موفقا لفريق فتح سيدي بنور بعد ان شاء الله اللي غيخوض المقابله، اول مقابله مصيريه، يعني مقابله الاولى له كن او لا تكن، ديربي دوكالا بين فريق فتح سيدي بنور وفريق سيدي اسماعيل. كذلك نتمنى ان يكون هذا الفريق في اوج عطائه بعد تقلد الاخ الناجي لرئاسه الفريق بعد ما تخلوا عليه. ناجي شاب من شباب إقليم سيدي بنور الذي تقلد مهمة رئاسة فريق فتح سيدي بنور. كما نوجه رسالة إلى بعض المشوشين على الأخ ناجي، وكذلك بعض الإشاعات اللي كانت بالاعتقال دياله، فهو ينفي نفيا كاملا أنه كان اعتقال، كانت مجرد سوء تفاهم بينه وبين رجال الشرطة،
في حالة طوارئ صحية، لكن لم يتم اعتقاله حسب ما صرح به رئيس الفريق. دائما ومباشرة على قناة شو تي في سنقول لكم بالصوت والصورة هذه الأخبار وهذه الجولة. كما تشوفوا تم تسييج المستشفى المركزي، يعني المستشفى المركزي تم تسييج دياله يعني استعدادا للقاح. تم عمل سياج وكذلك غيكون الباب، يعني مزيان ان المستشفى المركزي المركز الصحي تم تسييج ديالو في هذه الجوله. كما كتشوفوا الحمد لله تم تسييج ديال المركز الصحي بمدينه سيدي بنور بعد ما كان عرضه للخطر. الحمد لله الحمد لله، يعني كورونا دارت خدمتها بكل صراحه. لولا كورونا لا ما يتفكرونا كما تنقولوا، كل ما كورونا ما يتفكرونا. كذلك الخزينه العامه بحله جديده ان شاء الله. هذه هي اجواء مدينه سيدي بنور. تحيه لخويا عزيز الغراق وناس ايطاليا، تحيه لاميره زوجي، تحيه كذلك لاصدقاء مقهى سلطانه، تحيه لهم من هذا المنبر من قناه شوف تي في. تحيه لخويا هشام، تحيه للجميع المتتبعين ديالنا على قناه شوف تي في هذا البث المباشر من طريق مراكش ومدينة سيدي بنور اللي تنقولوا دكالة بلاد الخيرات اللي جا يتعشى ويبات. تحية لكم من سيدي بنور، مول السوق المشهور، مول القبة والصور. تحية لكم محمد بهجاد الحاج أو بالحاج، تحية لكم، تحية لكل المتابعين ديالنا. لم يبقى لي إلا أن نستودعكم الله، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر إن شاء الله.